والرزق ده هو عبارة عن كل شيء حوالينا محسوس، سواء كان معنوي أو كان مادي. لكن لو جينا نتكلم إن الرزق ده هو أنواع، حدث بقى ولا حرج. أنواع الرزق كتير جدا، هتلاقي على سبيل المثال الصحة رزق، المال رزق، الولد رزق، الزوجة الصالحة رزق. إن أنت تدخل برنامج زي ده وتلاقي فيه قبول من الناس وأنت قاعد رزق، تمام، الابتسامة في وجه أخيك المسلم رزق، رزق. أنك تجد الناس تقابلك بأدب واحترام وأنت عندك نفس المادة، فهذا رزق من الله يعطيه لمن يشاء من عباده. فقضية الرزق يا أستاذ محمد مش تمام، محصورة، إن في ناس مفكرة إن الرزق في المال فقط، لا، المال ده هو أدنى أو أقل درجات الرزق. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: قل متاع الدنيا قليل. تمام، لو بصينا للأرزاق اللي ربنا سبحانه وتعالى بيديها للناس، وأنا للأسف الشديد ما أنا شايف وغيري مش شايف وغيري مش مقتنع، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى اداك نعم عديدة وسجلك أرزاق كبيرة، ولكن المطلوب منك أن تستقبل ذلك بصدر الرحم. فإذا ما سمعت اسم النبي أن تصلي، وإذا ما سمعت اسم نعم الله أن توحد. نعم ما شاء الله. ربنا طبعا يبارك الرزق موجود في الصحة، في الزوجة، في الأولاد، في طبعا كل طبعا شيء حوالينا طبعا، طبعا. وكل واحد متقسم له رزقه. نعم أنواع الرزق، نعم تمام. أنواع الرزق يا أستاذ محمد هنا بتختلف بقى. ربنا سبحانه وتعالى لما وزع الأرزاق على العباد تمام، أعطى الأرزاق للعباد بالتساوي. يعني على سبيل المثال أستاذ محمد واخد 100% وأنا تمام، واخد 100% تمام، وحضرتك واخد 100% والمشاهد اللي بيسمعني واخد 100% والأخت اللي قاعدة بتسمعني واخدة 100%، بس للأسف الشديد إحنا ما إحناش شايفين 100 بتاعتنا كاملة. تمام، ليه بقى؟ هنا المشكلة يا أستاذ محمد، إن أنا مثلا زكريا الهنداوي ما عنديش عربية وحضرتك عندك شقة وعربية، تمام، فبنقول أستاذ محمد مالك عنده شقة وعربية وأنا ما عنديش، فهنا أصبح المشكلة. لا، طب ما هو زكريا الهنداوي ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى إداله حاجة تانية ونعم في بالله، مقابل إن ربنا زود. ما ده هو مضمون الرزق. تمام، تمام الرزق بقى هنا 100%، تمام تمام، لكن أنا مش حاسس. طب اتوزعت إزاي المية؟ أو أنت خدت المية كاملة إزاي؟ تمام خدت المية كاملة، ربنا إداك 25 في المال و25 في الصحة و25 في الولد و25 في راحة البال، كده تمام أنت خدت 100. تمام غيرك بقى ممكن ياخد المية دي كلها كاملة في الولد وكل الحاجات التانية صفر، برضه هو خد المية. ففي النهاية لو بصينا لتقسيم الله عز وجل هنلاقي إن عطاء الله عز وجل للعباد متساوي. تمام طيب، ايه علاقة الرزق بالحياة؟ علاقة الرزق بالحياة، طبعا تمام الرزق والحياة هما الاثنين مضمون واحد، لكن بنقول ان الرزق والحياة ده هما بيقفوا في مركب واحدة وبيمشوا في مركب تانية. بمعنى طبعا انا لا اكلمك بغير دليل، خذ تمام الدليل من القرآن الكريم. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والانس الا إلا ليعبدون. ليعبدون. تمام ربنا بقى في نهاية الآية ربنا عقب قال: ما تمام أريد منهم من رزق وما أريد أن وما يطعموه. أريد أن يطعمون. إذا هنا بقى القصة إن ربنا خلقني أنا كبشر وخلق حضرتك وخلق تمام الجن والإنس وجميع المخلوقات لغاية واحدة، وهي عبادة الله. فإذا كان ونعم هناك بالله. عبادة كان بعد العبادة رزق، تمام والرزق لا يأتي من صنع نفس الإنسان، ولكن الرزق يأتي من الملك العلام حينما ونعم بالله، يتعلق القلب بالله. يعني الرزق مقسوم وبيد الله وسبحانه وتعالى.